السؤال الأول يقول باهي الحمحمة قبل السؤال تتحس تحضر للسؤال مليح كي تقول حم معناتها كأنه سؤال مهم جدا مشي تسأل هكا هو حمحمنا فيه البركة أنا نتسأله تو منين جات فكرة الاحتفال بالهالوين منين جات الفكرة باش كونا نحتفلوا بالهالوين عزيز أنا مهدي عزيز عزيز باش يجاوب لو ما ذيك اسمها خمم قاعدي خمم عزيز تحب قول باس قول باس لا إجابة قول باس ميسالش باس صحيت يلا مهدوش من أفلام الرعب من أفلام الرعب أرسلان أمريكا من أمريكا ليلى مجيتاني منين بالله منين قول 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 من إيطاليا باهي انت حاسك في تجاوبني من ايطاليا في الاسئله الكل ما فهمتش عارف باش تحطها باز والباقي كنت تجي بطبيعته منين فرصه اخرى فرصه اخرى ماكش بعيد راه ديجا انت نجم نقولوا في القاره الصحيحه اللي قال امريكا غلط هاي منين باس باس كملوا بك انت ليه عاد عطيه هو كاتيه فرنسا سبحان الله مشيش تاخذ تعرفش عليه ملفات ديمور ما بعدناش ياسر في فرنسا موسى الحاج حاج موسى فرنسا لا يلا محاولات شباب اسبانيا حسيت وصير منها ماهيش اسبانيا يا سيدي اليونان ما تحبش نكملوا الاوروب الكل ومن بعد نهبطوا للازيل اش قولك في الفكر الاجوبه الكل غلط شكون البانيا شنو اللي اوحى لك بالبانيا وانت تعرف البانيا شكون ما يعرفش البانيا يا عزيز عارفش البانيا عزيز ضربوها احمر وفيها فيست واكحل ايوه هذا علامه شنو علامه شر ولا علامه الخير ولا علامه شكون علامه شر حسب والبانيا شنو ضربوها فيها احمر واكحل باهي يا سيدي يلا دونك السؤال منين جات فكرة الاحتفال بالهالوين انتم مازال اللي تسمعوا فينا راه تنجموا تشاركوا بالفيسبوك خاطر صغيرات مازالوا ما عندهمش فيسبوك ولا نصور عندهم اما مفكوكين تليفونات خاطر راسين كاري ما نجموش ندخلوا تليفوناتنا مع بعضنا ولا انه التليفون قدامه مهدوش يلا دونك الاجابة فما شكون يقول انه الاحتفالات ترجع لتقاليد قديمة من السلت تعرفهم لي سلت لي بي سلتيك تعرفوهم والا لا سلتيك ليرلاند ليكوس البريتانيا البي دي غال هذوكم جماعة هذوكم معناها بي غال نعرف الويلز باللونجلي الويلز ويلز صحي ممتاز عندك 0-25 هاي ابدا احسب يا زهر لا مش في الدود معناتها مش نحسب له بالرسمي راه دونك بدات الشعوب هذيك تتاثر الشعوب اللي جات من بعدها معناتها بدات تتاثر بالتقاليد نتاع السلت وكذا من حيث اللغه والاثار والتراث وقعدت عندهم العادات نتاعهم كيما ايرلند واسكتلندا وكانت الاحتفالات هذه مربوطه خصيصا موسم الحصاد كانوا كيف نقولوا احنا اخر موسم الحصاد يعملوا الاحتفالات هذه دونك ما عندها حتى وجه علاقه مع الطقوس اللي نعرفوها اليوم والحاجات هذيك البارانورمال والقوى الخارقه صفر اجابه صحيحه يلا فيقوا لي شويه مع شباب هكا توا ولابسين والديكيزمون والعبد تبلحت وعبا وكذا واختك تعبه فيها الحكايه راه هيا لينا